بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. الإفلاس بين صناعة الإشاعات وأحداث التوازنات. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة. توازنات وإشاعات وفن صناعة الأزمات، إيه الحكاية؟ وإفلاس. أنت بادئها بفلس كده؟ أحيانا لما منافسك أو اللي ما بيحبكش أو مناوشك تعييه الحيل، مش عارف يكسبك في المضمار في الشغل الصح السليم، فينقش كده من خلال أدواته على حاجات، وهنا دليل الإفلاس.